التلاميذ اللي شفناهم في هذا الميدلي اللي داونا من الأغنية البدوية إلى الأغنية الوهرانية مرورا بالأغنية الشاوية كذلك. عجبكم الأداء؟ عجبكم الميدلي؟ نروح لعندك شيخنا الأستاذ رابح درياسة بحكم القصيدة بدال الأولى هي كانت قصيدة حيزية للعملاق الراحل عبابسة واللي كنت أديتها شيخنا كذلك، تفضل. طلقت ممشوط طاح بروايح كفاح حاجب فوق اللماح نونين ببرية عين قرد الرصاص حربي في قرطاس سوري قياس في دين الحربية خدك ورد الشباح وقرون في الوضاح والدم عليه ساح وقت العشوية والفم مثيل عاج والمضحك لعاج ريقك سي النعاج عسل الشهاية شوف الرقبة خيار من طلعة جمار جعبة بلار والعواق الذهبية تمت يا سامعين تمت يا سامعين في الألف وميتين كمل تسعين زيد خمسة بقية يعني عندها 141 سنة هذه الأغنية أغنية خالدة في خالد بن سنان بن قيطون فلان قال على اللي زمان شفناها حيا الله يرحمك يا بن قيطون والله يرحمك يا عبابسة بارك الله فيهم نعيا نأديها أنا ما نأديهاش كما غنها الأستاذ عبد الحميد عبابسة صحة أستاذ وين كنتم مخبيين هذا الشيء كامل خليناهم للسهرة من أول حتى لليوم بالعاني أستاذ خلينا المخير نخلوه دائما للآخر اليوم هكذا اليوم شفنا الأصالة الأصالة لا لا كانوا يزيدوها في الرصيد تاعهم وأنا هذو ما نسميهمش الخارجين نسميهم المتخرجين كلهم متخرجون صح كلهم 21 متخرج والله 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 يا الدروس اللي داوها والفائدة اللي داوها من هذه المدرسة حتى بعض نقول البعض المحترفين والله ما يسعوها شكرا يعطيك الصحة أستاذنا وتحية للتلاميذ اللي خرجوا من المسابقة واللي رايحين يتخرجوا من المدرسة يعطيكم الصحة تفضلوا يعطيكم الصحة استمعنا للمتنافسين تاع هذه السهرة النصف النهائية